الله، ليش كذا يا صغار ستار؟ ليه اليوم يعني أجواء رمضانية والجو الرمضاني اللي احنا تعودنا عليه واللي ما شاء الله تبارك الرحمن تدخل يوم في صغار ستار تلقى الجو الرمضاني كذا؟ عسى الله إن شاء الله يعني يلحقنا احنا وياكم بخير واللي معانا واللي شاهدونا. فاليوم التجهيزات زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عشان رمضان قرب عندنا، فقلنا اليوم صغار ستار لازم يكون رمضاني، سولف ندردش ويا الموجودين معانا اليوم عن رمضان، عن أجواء رمضانية، نشغل شموع حلوة يعني الخلفية اللي معطينيها اليوم فهد الشيباني يعطيه العافية، مسي عليه بالخير وعلى جميع المشاهدين اللي يتابعونا اليوم. معي ولاعة هنا، بس عاد ولاعة ما لها دخل يا جماعة، ترى حقيقة مصور أنا أخذتها بس استعنت فيها عشان ما حد يقول لي يعني. فاليوم مع الأجواء الرمضانية كلنا مع بعض، صح إننا ناقصنا سمبوسة والقيمات، احنا طبعا فطورنا بالعادة سمبوسة والقيمات وشوربة لازم يعني، أهم شيء السمبوسة، إذا ما في سمبوسة ما نحس إننا قاعدين نفطر. فاليوم احنا بس نولع الشموع الموجودة معانا ونستعد ل يعني استعدادات رمضان والأجواء الرمضانية الجميلة. دائما في رمضان تجمع يعني الجمعات والأجواء الروحانية في رمضان، تحس إنه يعني شيء جميل يعني، خصوصا انه رمضان ما شاء الله يعني شهر الخير وشهر البركه وشهر. فاليوم خلينا نشوف صغار اليوم اللي معانا جو ايش مجهزين لموضوع حلقتنا ورمضان، خلينا نشوف حياتهم اليوم في رمضان ايش يسوون. يمكن بعضهم يصوم صوم الدجاجه والديك صح، لكن يعيش الجو، احنا نسميه صوم الدجاجه والديك، فهو يعيش ممكن الجو. فاتوقع اليوم احنا جايبين رمضان ونستعد في رمضان، بس هم داخلين جو ثاني. تميم سلمان والشباب، كيف حالكم يا الحبيب؟ يا مرحبا، كيف حالك؟ مبسوط؟ مجهز شيء رمضان ولا أصرف نفسي؟ أصرف نفسي. أصرف نفسي، حلو، أصرف نفسك من البداية. يا مرحبا فيكم، حياكم الله، شلونكم؟ الحمد لله. طيبين؟ شو الأخبار؟ الله يحييكم. جرافة. إيش تبغى؟ جرافة. تبغى إيش؟ جرافة. جرافة ايش؟ زرافة قصده. زرافة. تبغى زرافة ها؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. شو اخباركم اليوم النجوم معانا ما شاء الله؟ الجرافة. تبغى الجرافة ها؟ يلا تعرف بس على الموجودين معانا اليوم. الله يحييهم اليوم الاولاد ما شاء الله والبنات اللي حاضرين معانا في صغار ستار. نتعرف على الموجودين، شو اسمك؟ يلا علمهم اسمك. شو اسمك؟ ها؟ تميم. يا مرحبا. محمد. محمد النجم يعني دائما معانا في صغار ستار ما شاء الله، والنجم سلمان. واليوم جاي معهم فزعة اليوم اسمه كريم. يلا شهوان. ها؟ شهوان الهاجري. ونعم والله فزعة اليوم جاي معهم. لا كذا. شلون؟ اخوة عادي. يعني جاي معهم عشان تجربة. والبطل ما شاء الله النجم اللي معانا اليوم تركي ها؟ توتي ولا تركي نقول لك؟ لا تركي. تركي ها؟ حلو. والبنيات اللي معانا اليوم تعرف عليكم؟ سارة. لحظة اسمك شو اسمك؟ سارة. والله تميم انا عارف انك تحب الملاكمة وكذا، الله يعطيك العافية، بس ايش رايك نخليها بعد ها؟ خليها بعد الحلقة كذا تسوون برمضان انت يا تميم؟ كذا تسوي برمضان. وانت يا عسل؟ ديما. ها؟ ايش اسمك؟ ديما. وانت؟ سارة. طيب يلا ابغاكم تقولوا لي اليوم يا تميم ايش تسوون في رمضان؟ ها انت لحقت على رمضان السنة الماضية؟ كذا رمضان. شلون؟ كذا. شلون كذا؟ يعني لحقت على رمضان قبل؟ خل نشوف اليوم سلمان ومحمد، محمد وين تروحون في رمضان؟ اروح المطاعم كذا رمضانية. مطاعم رمضانية، حلو ما شاء الله، ايه؟ وفي البيت احيانا كذا ناكل القيمات. الله على القيمات. مفروض انكم جبتوا لنا يا جماعة الخير القيمات كذا بالعسل، يعني خلونا من البرستيج اللي انتم قاعدين. كم مرة انا اعلمكم سمبوسة كذا يعني؟ اسمعني سمي يا قلبي. والله انا اغلق بالبيت، كنت بالبيت اكلت شيء مفيد كذا. ما شاء الله اكلت شيء مفيد. فواكه. حلو. فواكه موز تفاح كذا. ما شاء الله هذا شيء مفيد. في رمضان تاكله ولا بس في الايام العاديه؟ يوم كذا يوم ساعتين يوم كذا. طيب تصوم انت يا تميم؟ ها؟ تصوم في رمضان؟ ما تصوم ولا صوم الدجاج والديك ولا واحدة منهم. حلو. وانت يا محمودي قل لي. انا قل لي ها اصوم صوم الدجاجة والديك. تقول لكم اروى وش صوم الدجاجة والديك؟ هذا صوم الدجاجة والديك الله يعطيكم العافية، امهاتنا قبل الله يحفظهم وجداتنا كانوا يقولون صايم صوم الدجاجة والديك، يعني انه احنا نقول صايم يعني بس انه فاطر.
يعني الدجاج وديك ياكلون وكذا، فهو كذا. فهمتي الحين يا روى؟ نشوف البنيات اليوم انتم تساعدون امهاتكم في البيت في رمضان، صح انكم صغار كذا بس انهم تساعدون ماما وبابا في البيت؟ ايه شلون؟ ها؟ نساعدها نساعدون. تعرفون رمضان اوقات رمضان ايش تسوون؟ ماما اقول ماما تقول ايه اذا شيء طاح ماما تقول هات مين انا اجيبه تجيبه على طول. حلو، وانتم شو تسوون في رمضان؟ ماما تقول لي رتبي المجلس ارتبه. حلو. طيب في رمضان شو تسوون دائما؟ ايش الاشياء اللي تذكرونها في رمضان؟ خلينا نشوف السنه الماضيه ايش تذكرها؟ اكلاتكم، الاجواء اللي تعيشونها في رمضان، مع انه السنه هذه الله يعينكم في رمضان تدرسون بس يلا عاد. هذه الاحجار حق يعني تروحون تفطرون هناك في صمو في المدرسه. الاحجار حق لا في مقصف عندهم في رمضان. لا مو فاطرين، تروحون تفطرون في رمضان في المدرسه؟ ما يفطرون في رمضان. لا عندكم اختبارات في رمضان صح؟ الله يعينكم. يعني انتم صايمين تختبرون على اجل ان شاء الله على اجل. وش تسوون تقولي لي؟ ايش تسوون في رمضان؟ يعني علموني الاشياء القديمه اللي كنتوا انتم دائما تسوونها برمضان. يعني مثلا اقول لكم انا احنا في رمضان كنا يعني اذا جاء وقت شو اسمه الفطور اجتمعنا على سفره واحده وجبنا الفطور وافطرنا وبعدين جاء العشاء صلينا التراويح بعد التراويح نجتمع مع الاهل وكذا. وش تسوون انتم دائما؟ نقعد تقعدون؟ ايش بعد؟ شو تسوون؟ نتكلم. تتكلمون؟ شلون؟ واحده تشوت وواحده تسلك لي. ايوه؟ شو تسوون؟ شوف اللي هناك يعني شو يسوون؟ وانت يا تركي؟ تركي شو تسوون؟ تعالي تيم مجلس هنا بس عطني شو تسوون يا تركي انتم في رمضان؟ خلنا نسمع تيم ايش يقول. ها؟ هذا حجاري. لا لا هذا خله هذا حق مصور عشان ما يزعل علينا مصور. يلا قول. حجاري تاكل سبوسه. اسمع تميم برجع لك. ها؟ سبوسه جريش تطلع كل يوم. لا هذا حقك مصور يا حبيبي. بعدين يزعل انا مصور. يزعل. يا رب يساعدك خذك. ها؟ ممتازه تصلون التراويح انتم؟ صح ممكن ايه ارميها فممكن ان اقرا قران حجاري. وش المايكات يا حبيبي؟ طلعتها من جيبي. حبيبي خلي المايك يا تميم، ممكن تركض معنا شوي. ايوه خلي المايك كذا سمي. انا ما ادري انا ناظر هنا ولا هنا صراحه، ما عاد اقعد في النص، اقعد في مكاني الاول احسن. ايش تسوون؟ حلو. ايش كمان؟ سمي. نصوم. انت ايش تسوين؟ في رمضان. تاكلين في رمضان؟ شوربة. تاكل شوربة؟ أنا أكل شوربة. حتى أنت بعد تاكل شوربة؟ والله أول مرة أشوف واحد ياكل شوربة. يلا عشان بروح لتركي، يلا ياكلون شوربة. تاكل حليب بعد؟ ما شاء الله عليك. أجل الرز تشربه صح؟ ما شاء الله. تشرب الرز؟ كيف وأنت تشرب الرز؟ حلو؟ أنا حبيته. حطيته في الكهرباء. شربته؟ كيف طعمه؟ كذا مفيد. مفيد حلو. زي الفواكه. الحليب زي الفواكه. والحليب وش وين يجيبونه منه؟ يجيبونه من الثلاجة. من الثلاجة، حلو. والثلاجة منين يجيبونها؟ ها؟ الحجار. الحجار. يا سلام عليك. طيب الحجار حق البومرانج. ايش رايك نشوف تركي ايش عنده؟ كان بيقول شيء تركي. يلا قول يا تركي. احب بالرمضان كل يوم الحجار بعد. لكن بالعيد كل يوم نطلع بالبر. كل يوم ايش؟ نطلع بالبر. تطلعون بالبر في رمضان؟ ما شاء الله. انا بعد اطلع يعني تكشتون في رمضان بالبر؟ تخيمون بالبر هناك؟ الرجال يقول اروح البر، تقول روح معه انت في البر؟ لا ما تروح البر معاه؟ لا اجل امي اخوي. الا اخوك يقول اشبه لك. لا انت مو اخوي. الا اخوان انتم صح؟ لا لابسين نفس بعض. ترى حبيبي يا ابو تميم. تميم صح ان اليوم هذه شاريها اليوم تقول لي قبل الحلقه. نفس بعض. تميم. شلون يعني زي توأم انتم؟ تميم حتى شوف نفس القصه. تميم صح تميم. ايش رايك يا سلمان؟ يضحك. ها؟ ايش رايكم في تميم اليوم؟ تميمين ما يصلح. تميمين معنا اليوم. انت ما شاء الله تميم تخيم، يعني خلينا نقول
تميم راعي البر وتميم راعي المطاعم. لك يا تميم. تميم راعي المطاعم وتميم راعي، بس ما سمعنا يا حبيب. يلا اليوم لابس ثوب، يعني من حسن من حسن حظ اليوم انه جايب ثوب، هو لابس ثوب على رمضان، يعني انتم المفروض والله لابس ثوب والله. صح؟ يلا قول. احنا نقعد نفطر. ايه. مرات نروح العصريه البر ومراحنا. وين؟ مراحنا. مراحكم. ايه مخيمنا. ايه. نفطر هناك ونروح. تعرف مراحكم انت؟ تبي اكل؟ ايه. طيب في فطاير عندنا حقت السنه اللي راحت، تبيها؟ ايه. كل مره عندنا. عندنا موجوده بشرك من اول ما بدينا. تبغى اعطيك منها؟ ابشر طال عمرك. تبغى اعطيك منها عشان وش السالفه؟ في هجمه مرتده ولا؟ روح روح. طيب شوف هنا في فطاير تميم، تقدر تروح تاخذها؟ يلا روح روح. شوف في فطاير بس شوي شوي انتبه عليها. اجي اعطيك منها؟ في فطاير هناك، اختار يا قلبي. ايوه افتحها وخذ لك. تقول لي تروح لمراحكم بعدين؟ اي نروح لمراحنا ونفطر. ايه. مرات نلعب شوي. ايه بعدين؟ الباب. حلو. شو تسوي؟ بالعافية حبيبي، اجلس هنا وكلها عشان ما حد يشوفك، يا سلام عليك، بالعافية عليك. تمرحون هناك تجلسون؟ اي نقعد مرات ننام هناك. ما شاء الله تنامون في رمضان. ايه. تركي تروحون بعد البر صح؟ تفطرون هناك في البر؟ ايه. طيب حياتكم يعني كيف انتم تعيشون؟ فيكم احد يصوم يعني في رمضان؟ تصومون في رمضان؟ حاولتوا يوم من الايام تصومون تقول والله احنا اليوم او نتعود على الصيام ونصوم مثلا ثلاث ساعات اربع ساعات مع اهلنا بعدين نفطر؟ ايه شلون؟ كذا إيه؟ اما قمت ايه قالوا لي بتفطر ولا بتصوم؟ قلت إيه؟ بصوم. حلو. قلت سلمان بصوم معك صام إيه؟ معي. من اللي صام معك؟ سلمان بعدين قال نص إيه؟ بعدين راح كان جيعان بعدين جهن بعدين إيه؟ اكل بعدين انا قعدت في الصوم بعدين قعدت في الصوم؟ ايه ما شاء الله. لما اذن المغرب انا صوم حتى بعد قعدت في الصوم؟ ايه لما قعدت في الصوم كيف حس؟ قعدت صوم شلون؟ اي صح فطر طرش والله والله مشكل صديق مشكل صح؟ طيب نروح الحمد لله صوم الشهر كامل. تصوم الشهر كامل؟ إيه؟ تحس بمتعة صح؟ إيه؟ طيب وش الأكلات اللي تحبونها في رمضان أنتم؟ أكيد الجيمات. طيب إيش رأيكم نعرف الأكلات حقتكم اللي تحبونها في رمضان؟ بعد ما نروح الفاصل نرجع بعد الفاصل نتعرف على الأكلات اليوم اللي يحبونها الحبايب اليوم في صغار ستار، وش يحبون الأكل في رمضان بعد الفاصل.